تجربتي التي اختزنت فيها أجمل معاني الصبر والأمل والألم والحب، قصة الصبر والتحمل ومثابرة، من قمة الصبر تجلى النجاح. هذه كلمة أحب دائما أقولها. طبعا احنا في انا في زمن 99 جبت يوسف، 99 الى الان 2021، طبعا اختلف اشياء التكنولوجيا والتطور كبير جدا، ولكن ارجع اقول هذا الفرق هو اللي علمني، هو اللي وصلني، هو اللي خلاني اتحدى هذا الزمن كل هذا. يعني طبعا لما جت كلمه توحد انا ما كنت اعرفها ولا كنت افهمها، مجرد ان قالت كلمه ولكن تجيها بالمعنى الصحيح لما أسألها من الجيران من الأهل، تقال كلمة مجنون إلي هذا الولد، كلمة أي مو صاحي ذا الولد. طبعا الفكر مالي والعقل والروح رفضت هذه الكلمة نهائيا، عشان أنا الله عطاني ولد جميل جدا، يعني كشكل أشوفه سبحان مصور، وفعلا يعني كان داخلي ترجم الشيء هذا. الله سبحانه وتعالى مستحيل يعطيني مجنون، لا، وش اللي خلاه يصير مجنون؟ هذا يبل لا، ما فكرت في أي شيء، فكرت في هذا الله عطاني كنز لازم أحافظ على هذا الكنز. هو قالت لي الدكتورة رحاب المرزوق إن ابنك توحدي، وقعدت وكان شهر أغسطس أتذكره في الحر، قلت يا رب أنت نزلت علي الشيء هذا فعطني الصبر، فكنت هذا اللي تمنيته من رب العالمين إنه ينزل علي صبر فعلا. يعني أنا وين أروح معه؟ عطتني مدارس وعطتني أماكن، رياض أطفال كان في عمر سنتين ونص، فعلا رحت المدارس وكلمني يشوفون يوسف على أساس أنه حركي، يعني يروح يرتف، يعني كل حركي حركي وما يتكلم، لغة كانت معدومة عنده، فكله الرفض الرفض أن يوسف ما راح يأخذونه في أي مدرسة. فقعدت يعني قاعد يكبر ولا متى بيضل كذي، فقررت أنا سويت له بيئة تعليمية في بيتي، عندي مجلس طبعا في البيت، انا مو بحاجه لهذا المكان، فحولته الى 7 اركان، جبت اطفال طبيعيين قعدتهم، لان انا المشكله مو نفس ما يقولون الامهات الان ندور على المركز، انا ادور على الاحتواء، ما ادور على المركز، انا ادور على ناس يتقبلونه. هي دي، ولازلت انا لازلت الحين قاعده وأدور الناس الطبيعيين يأخذون يوسف، وفعلاً تحققت هذه الأمنية ولازلت أهل عمر، يعني عمرهم نفس عمره وأكبر وأصغر، ب4 ساعات يومية يقعدون مع يوسف يحتوونه، وأنا أسجل الملاحظات شلون يقعد معهم في الحلقة الحصة، شلون أي ركن اللي يحبه يوسف من 7 الأركان، هل هو الاكتشاف، هل هو ركن القراءة، هل هو ركن الألوان، لأنه ما يقول لي أنا شنو أحب، أنا قاعدة أشتغل على وحدة من الوحدات وأثثها على 7 الأركان وأشوف يوسف. طبعا يوسف كان يحب جدا ركن القراءة، يعني حين في ذاك الزمان يعني، وطبعا شلون أتكلم معه لأن اللغة كانت معدومة، فأتحول أن أسوي بطاقات، 7 بطاقات رئيسية، 4 بطاقات فرعية، البطاقات الفرعية لهم الأربع، عشان أنت إذا سويت أو أنجزت أي شيء عندك هال4 بطاقات عليهم رسومات، يا أنك تختار بالونة، يا تختار أرجوحة، يا تختار يعني تشجيع مكافأة. هو طبعا يقول لي يختار، سويت لي لوحة في البيت يحطهم في الجيوب، طبعا ديك ال7 البطاقات هذيك حسب الدرس حسب الموضوع، يبي يروح حمام، اللي رحنا الحمام نختار شنو البطاقة شنو نركب للحمام، وهو عمره 2.5 سنين اعتماد كلي على الحمام، شال الحفاضة طبعا ما اقتنع بها، لأن أنتي راوتيني بطاقة الحمام، احنا لازم نسوي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، فهو الأربع يعني صورة الحمام، ولازم صور طبيعية ما ناخذ رسومات، لأنه ما يعترف بالصور الرسومات، ياخذ لازم صورة ولد دخل الحمام قعد على الحمام، يعني شوف شلون البطاقة، وقعد وبعدين لما قام غسل وبالصابون واستخدم الفوطة، فهو يستخدم البطاقات الصور الحقيقية. فضلينا في هالعمر لا ما يقارب طبعا كم سنة، نروح رحلات أيضا مع الأطفال الطبيعيين عشان يندمج وياهم، أحطهم في سيارتي ونطلع نتفسح ونتريق برا يوم، يعني برنامج عملنا لينا يعني. لا ما وصل لمرحلة 16 سنة كان معهم، بعدين طلع من المدرسة، يعني العملية هي رجعت تاني، يعني اخدي ما في مكان في البحرين، والولد طبعا تغيرت حاجاته من يوم عمره 6 سنوات أو 7 سنوات إلى الآن 16 سنة، فهو قاعد يطلب البديل، قاعد يقول لي وين، يعني هو صدق ما تكلم، وبدأ من قد يعني الإنفعالات اللي أشوفها، فاضطريت أرجع تاني المدارس، يروحون الصبح الناس يروحون الطلبة يروحون المدارس،
وانا الصبح وش اسوي، لان في حديقه جنب بيتي، نضطر احنا نروح انا وهو الحديقه ونعمل فيها الزرع عشان هو يحب، لان علموه مدرسه عاليه شلون يزرع، شلون يعدل الملابس، علموه حاجات ضروريه في حياته اليوميه. انا استغليت هذا الجانب ان اخليه يشتغل معاي في البيت، وشلنا البلاط اللي في بيتنا وعملنا زرع واحواض زرع كبيره، يعني احنا عملناها مع بعض وسوينا الزراعه ما شاء الله. وقمنا نروح الحديقه اللي جنب بيتنا عشان نحمل البروش والشيول والكيس القمام عشان هو يبي يشتغل، يبي ينظف، لانه هو نظيف معقم، يعني ينظف الحديقه اللي يلعبوا فيها العصر العيال الطبيعيين، هو يروح الصبح ينظفها هناك. يحب النظافه، يحب الترتيب، يحب يعني ما شاء الله عليه، شوف سبحان الله يعني. ونقوم نعدل ونرتب، والمهم نرجع مره ثانيه يكون هو تعب، يعني هذا برنامج عمل لنفسه. اسوي له يوم برنامج رياضي طبعا بشكل يومي، اخليه مع الحين دخلته مع ناس طبيعيين، ان اقول لهم لو سمحتوا اخذوه معاكم، وما راح يعني يستجيب اليهم، يفهم وش يقولون له. يعني اتمنى اللي اتمنى يعني انه كبر الان، يعني غير وحاجات اختلفت، ظروف اختلفت، ولا زلت اتمنى انا قاعده ولا متى انا بضل وياه، يعني الحين قاعده ألف شيء داخلي، يعني ساعات يقول لي ناس اخذي العربه اللي يوقفونها وقعدوا عملوا زرع وبيعوا، قلت انا لمتى بضل انا معاه، لمتى؟ مو مساله ان انا اخذ لي هذا، يمكن يعني أوفر، بس إلى متى؟ أنا لو يأخذونا ساعتين، ساعات أفكر أروح رامز، لما أروح رامز مثلاً أقول له يوسف أنا ما أبي العامل يشيل أغراض يحطهم بالكيس، أباك أنت اللي تشيلهم، فعلاً أعطيه المسؤولية، هو يشيلهم ويدخلهم في الكياسة ويدخلهم في العربة. هو